ذاك الحوار اللي كان 2007 بالست أثر ومعثرة بمجموعة ديال القيم، مجموعة ديال الأفكار والآراء، بما فيهم هاد الأفكار متفق معكم اللي كانوا دائما كيقولوهم يمكن الأحزاب كلهم بأن خص الشباب ينخرطوا، غير حنا ما قلناهاش، حنا فعلناها، حنا خلينا الشباب يفرو، خلينا الشباب يغلطوا، واليوم الشباب كيتحمل المسؤولية في جميع المجالات، لا في الحكومة، لا في المجالس المنتخبة، وحتى في التنظيمات الحزبية. غندوز هذاك السؤال ديال 30 سنة باش نتكلموا على السياسات العمومية والدور ديال الحزب اليوم. 30 سنة فقط، أولا المجتمع الدولي راه كيتكلم على 29 عام. الأمم المتحدة كتقول الشباب هو 29 عام. زائد على هذا أنا اليوم عندي 40 عام. واش عندي نفس الإشكاليات واحد الشاب اللي عنده 24 ولا 25 عام؟ واش الإشكاليات اللي كانت عندي أنا فاش دخلت في الحزب كانت عندي 25 عام هما نفس الإشكاليات اللي عندي اليوم؟ لا. إذا اليوم خص واحد الشبيبة اللي كتجاوب، خص تكون وجه يعني الميغوار ديال دوك الشباب المغربي، وباش يتحملوا المسؤولية كاملة، لأن في الشبيبة ما بين 18 حتى 30 سنة حتى إلا غلطوا وتدربوا ماشي مشكل. مزيان أنا بغيتهم يغلطوا في الشبيبة، وخصنا نغلطوا فاش كنكونوا في الشبيبة، باش كتحمل المسؤولية وطنية انتخابية وزيد كتكون تمام. هي مدرسة، الشبيبة هي بمدرسة. إذا علاش درنا 30 عام؟ وباش ما يمكنش نجيو نقولوا اليوم غير قياده جماعيه شابه ونقولوا الشباب راه عندها 40 عام ولا 50 عام، ما عندها حتى معنى. فلهذا اليوم اولا كيف ما قلت لك كاين هناك يعني اتفاقيه دوليه اللي كتكلم على الشاب، هو مثل الامم المتحده كتكلم على 29 سنه، والممارسه اليوميه كتبين بان الشباب ما بين 18 و 30 سنه ماشي هم الشباب الاخرين ما بين 30 و 40 سنه و 40 و 50 سنه، باش نكونوا واضحين في هذه النقطه. وغنجي دابا الارتباط ما بين، نحاول نجاوب بصفة عامة بالنسبة للأسئلة اللي طرحتوها. كان عندنا خطاب فاش كنت دوزنا تقريبا 12 سنة وحنا في المعارضة، وكان عندنا خطاب ديال كيفاش غنربطوا ما بين الشباب والمؤسسات والأحزاب السياسية. فلهذا أول حاجة قمنا بها فاش دخلنا للحكومة هو نديروا سياسات عمومية قوية موجهة للشباب، باش الشباب يولي يثق ليس أولا في الأحزاب السياسية بل في المؤسسات. فاش كنتكلموا على جو الشباب ومجموعة الخدمات داير اول كانت تجربه اولى هي هنا في جهه الرباط القنيطره بشراكه مع الجهه، ومشكورين الاخوان ديال الجهه اللي ساعدونا في هذا المجال، باش يكونوا هناك خدمات، باش الشاب يولي كيقول اتونسيون هاد الدوله راه كتهتم بيا، كتقدم لي مجموعه ديال الخدمات داكور. والسؤال اللي خصها تطرح على راسها من بعد فاش كيوليو عندها خدمات موجهه لها، كيفاش هاد الخدمات جاو؟ هنا كنعرفوا بان اي سياسه عموميه وراءها برنامج حكومي، قبل البرنامج حكومي وراء برنامج انتخابي، ومورا ذاك البرنامج الانتخابي مورا احزاب سياسيه. وهنا فاش كنبينوا بان واحد الحزب السياسي باش كيعطي واحد الوعود، واش النهار اللي كيوصل الحكم واش كيوفي بدوك الوعود ام لا. التحدي ديالنا في الاصاله والمعاصره هو ان اي حاجه التزمنا بها مع المغاربه الا وننفذوها، ولا شي حاجه ما قدرناش ننفذوها في مده خمس سنين ولا مثلا في الحكومه، خصنا نبرو نقولوا المغاربه علاش. ومن الاولويات اللي كانوا عندنا هو سياسه عموميه حقيقيه موجهه لشباب هذا الوطن، وانتم كتعرفوا بان شباب هذا الوطن كيمثل تقريبا 50% من الشعب المغربي، فما يمكنناش ما نتواصلوش معهم اولا، وما نقوموش بواحد الخدمات موجهه لهم. تكلمت على جو الشباب، تكلمنا يعني بالعموم جو الشباب متطوع، جميع البرامج اللي قدمتها الوزاره اليوم او اللي كتقدمها الوزاره اليوم هي هدف هذا الاطار. يعني احنا درنا اللي علينا، غنجتهدوا غنمشيو نتقاتلوا نجيبوا ميزانيات في ظل ما نعيشوه اليوم من ازمات ومن اولويات. تعرفوا بان الاولويه اليوم ديال الحكومه هو المجال الاجتماعي. فاش كنقول المجال الاجتماعي كنتكلم على الصحه، كنتكلم على التعليم اللي خصنا نوفروا لهم ميزانيات كبرى، امكانيات كبرى. فاش كيجي وزير الشباب يناقش مع سيد رئيس الحكومه ومع وزير الماليه خصني طون باش ندير جواز الشباب باش مالا، كيقول لي عافاك ماشي دابا، دونك انا خصني نمشي نقلبو. كان هناك اجتهاد داخل القطاع وشراكات مع القطاعات الحكوميه الاخرى ومع المجالس المنتخبه باش نوصلوا لهذا الهدف اللي وصلنا. والحمد لله اليوم في التجربه الاولى اللي قمنا بها في جهه الرباط تقريبا 100,000 واحد استعمل جواز الشباب في جهه الرباط، و 85% من الشباب اللي استعملوا هم يعني مرتاحين لهذه التجربه. ونفس الشيء درناها ما بين 16 و 30 سنه باش لان اعتبرنا بان هذا هو السن ديال الشباب. هذا
هذه خدمات عامه كنتكلموا على التنقل لاول مره غيكونوا خدمات صحيه فابور موجهه للشباب على الصعيد الوطني، يعني 42 سنتر اللي غيكونوا موجهين خدمات صحيه موجهه للشباب على الصعيد الوطني، بما فيهم جهه الرباط لاننا نحن هنا في هذه الجهه او في هذه المدينه، بما فيهم اقليم الرباط لو ترونسبور. شفتوا الترامواي دابا، اي واحد فيكم الى عنده جواز شباب يمكن له ياخذ الترامواي، عنده واحد الدوق ديال 30%، وزيد من الخدمات في المجال الثقافي، في المجال السياحي، في المجال الرياضي، وهذا الشيء غادي يبقى يتطور. يعني جميع القطاعات الحكوميه منخرطه باش تقدم واحد شويه للشباب، وبشويه بشويه غنبدلو حتى الخواص معنا اللي عندهم ديك الاراده باش هما يقدموا خدمات موجهه للشباب. علاش هادشي كله مرات اخرى؟ باش نربحوا ديك الثقه. الشاب فاش كانت عنده 18 عام 19 عام وانا دوزت من هذه المرحله، بالطبع ما كيكونش في تقفيل الاحداث السياسيه، او ما كيكونش في اهتمام، اما كيكون كيهتم وكيشوف كيقرا داكشي اللي كيجرى وما كيعجبوش الحال كيتخلع وكيرجعوا، ولا ما كيديرهاش فيه. دوك خصنا نمشيو نقلبوا عليه، وهذا باش نجاوبك. لهذا استعملنا اون ابليكاسيون، مشينا كنقولوا اليوم الشباب فين كيكون. صعيب نمشيو عند الشباب، صعيب نربطوا هذه العلاقه فقط ديور الشباب، لان شحال قربنا. انا نقول لكم واحد الرقم اللي خلاني يعني نهار الاول فاش جيت للوزاره، راه جميع ديور الشباب اللي عندنا على الصعيد الوطني يلا كتقيس واحد 300 ولا 400 الف شاب وشابه في الوقت اللي كنتكلموا على عدد كبير ديال الشباب في الشباب. فلهذا مشينا للديجيتال، مشينا للفوي ديجيتال باش نحاولوا اي شاب في المكان يكون كيعرف دار الشباب، يكون ما كيعرفهاش، وبشويه بشويه واحد كيعرفها الاخر. انا تفاجات ايجابيا فاش شفت دي جون شباب كيديروا اشهار جواز الشباب، اللي شباب مغربي وشباب من مغاربه العالم اللي جاوا قال لك حكا كاين واحد جواز الشباب اللي كيعترف على درهم كل شاب، يعني كاين واحد وراك لاحظتوا مازال ما بين نديروا لها الاشهار بزاف. هنا في مرحله تجريبيه بغينا نشوفوا كيفاش انتم يعني الشباب بصفه عامه غيتجاوبوا مع هذه الاشياء، وهذه هذا بحد ذاته هو نموذج من سياسه عموميه موجهه للشباب. هذه راه كنتكلموا على ميزانيه، حسبوها شو شحال كاين شاب من المغرب، راه كنتكلموا ما بين 4000 حتى 5000 درهم كل شاب، ماشي فينا ماشي كنعطيها ليه بحال هكا، كنعطيها ليه بخدمات كيف ما قلت لكم صحيه في التنقل في لي زوبيغ دو جونيس. اليوم اعتبرنا بان واحد الشاب مغربي في واحد الاقليم معين ومن اولويات الشباب اليوم كيف ما كتعرفوا، وانا درت فاش درت الحمله في 2021 الاشكاليه الاولى كانت الاشكاليه ديال الشغل، كيقول لك حنا بغينا نخدموا. انا درت في بالي واحد الوليد في وجده نلقى تعطاتو الفرصه باش يدير واحد لونتروتيان في الدار البيضاء ولا في الرباط ولا شي مدينه من مدن المملكه المغربيه، باش يمشي يدير داك لونتروتيان الا ما عندوش صحابو ولا عائلته في المدينه خصو يتنقل، ما عندوش فلوس باش يجلس في لوطيل ولا شي حاجه، دونك غيجي في الصباح بكري بالكار وخصو يدوز لونتروتيان داك العيال اللي دوز ويرجع لحالاته. حنا فكرنا قلنا عندنا واحد لي زوبيرج دو جونيس لي سونتر داكي اللي كاينين على الصعيد الوطني غنوفروهم للشباب فابور الليله الاولى باش يجي يرتاح مع راسه ويدوز ويدوز لونتروتيان ديالو، وان شاء الله يوفق الله باش 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 ينجح في ذاك لونتروتيان ديالو. هذا في جانب الشغل، ولكن نركزوا نفس الشيء نديروها هي ان هذاك اليوم او اليومين اللي موجهه للشباب يمكن كذلك هي فرصه للسياحه الثقافيه. الشباب ديالنا ما كيعرفوش الجهات ديالهم، ما كيعرفوش المدن ديالهم. علاش؟ لان باش تمشي لواحد المدينه خصك تخلص لوطيل وخصك تخلص الدرام وخصك تخلص الكار. فمن الخدمات اللي قلنا شحال الوقت باش نكونوا كنعرفوا كلنا المدن ديال المملكه المغربيه. المفهوم ديال السياحه الثقافيه موجهه للشباب ضروره، هي اللي غتفتح لنا العيون ديالنا، هي اللي غتخلينا نديروا نتلاقاو تجربات جديده ولماذا مشاريع جديده وافكار جديده. لان فاش كدير شحال ما تلاقيتي مع الناس وشحال ما كان واحد التبادل ديال الاراء والافكار، شحال ما كيبداو الافكار ديالك حتى انت كيتطور. اللي كيديروا التجربه على الصعيد الدولي ولا على الصعيد الوطني فاش كدير غير المدينه ديالك راه كتحس بان شي حاجه تغيرت في الكلاشي، لان ليكسبيريونس التجربه ما عندهاش ثمن. نقراو نقراو تنعياو، ولكن التجربه عندها واحد الخصوصيه اللي كتخلينا بالطبع ننجحوا في المشاريع ديالنا. والهدف مرات اخرى راه يمكن تجي غريبه فش، ولكن راه الهدف مرات اخرى هو هذاك. كلنا كانت عندنا 15 عام، وفاش كانت عندنا 15 عام كتكون كنحلموا بان عندنا اهداف، كل عندنا حلم كبير. هذاك الحلم خصو يبقى مستمر حتى باش يولي عندك 30 عام 40 عام 50 عام حتى توصل ليه. وخاص باش هذه الاستمراريه في الحلم تكون ممكنه، خاص يكون هناك سياسات عموميه اللي كتجاوب مع هذه الانتظارات ديال الشباب، اللي كتخلي له كتعطيو معنا اقل الفرصه، ما يعولش دائما الا عنده والديه كيعاونوه مزيان
واللي ما عندوش يقدر يقول راه الدوله هنايا كتساعدني باش نوصل هذا الهدف. وفاش كتوصل لهذا الهدف كتربط واحد علاقه ثقه ما بين المؤسسه، ما بين المؤسسات بصفه عامه وما بين الشباب. كيولي كيقول لا المؤسسه راه خدامه، لا راه الدوله كتقدم لي مجموعه الخدمات. وراء هذا كيولي نقاش، كيولي كيهتم شنو كيقول فاش كيقربوا الانتخابات مثلا، كيولي كيقول بون ها شنو ربحنا مع هذه الحكومه مثلا، شنو غادي ليا، شنو هاد الاحزاب السياسيه شنو غايجيبوا ليا غدا ان شاء الله الا صوتت عليهم ام لا، شنو هما الافكار ديال هاد الاحزاب السياسيه. هنا كيولي اهتمام في المرحله الثانيه بالفعل السياسي وبالفعل الانتخابي. ونقولها ونعاود، راه اما غنديروا السياسه ويولي الاختيارات ديالنا كمواطنات ومواطنين، يا اما غدار علينا السياسه وغدار علينا جوج مكيل. لان اصلا كنقولوا هادو كلهم شفاره وكلهم خايبين ما عندنا ما نديرو بهم، ومن بعد هادو الشفاره والخايبين اللي ما عندنا ما نديرو بهم كيديروا ما بغاو فقط. فاليوم انا اعتقد وكنعتبر هو انا كنت من هاد الناس 24 عام كنت كنضرب انهم كلهم خايبين وهذا، وجا عندي واحد المؤسسين ديال حزب اثار والمعاصره وواحد المؤسسين من الحركه اللي كنت ديمقراطيه هذا قال لي هادشي اللي كتقول راه بصح، ولكن هذا الفعل السياسي وهاد البلاد هاد المغرب راه بحال دارك. راه الدار شويه مسخه، واش دار فاش تاكل مسخه؟ غتسنى حتى تنقى حتى تدخل لها، راه تنوض تعاون شويه وتنقي باش واحد النهار تكون نقيه الاجيال الصاعده ما يعيشوش هادشي اللي عشتي نتايا. وهادشي اللي خلى لي نخاف في الفعل السياسي وهادشي اللي خلى لي نخاف في الاثر والمعاصر. شكرا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.